سر النجاة مدى الحياة حتى الممات حب الحسين. سر النجاة مدى الحياة حتى الممات حب الحسين. دائرة المعارف الحسينية المتخصصة بالبحث والتنقيب عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام، والتي تأسست عام 1410 هجري المصادف لعام 1993 ميلادي في العاصمة البريطانية لندن، على يد فضيلة الشيخ الدكتور محمد صادق الكرباسي. دائرة المعارف الحسينية كما عبر عنه عنها بعض الإخوان أنه هو بجوجل الحسيني، تجد فيها الرطب واليابس. مطالعتي لسيرة الإمام الحسين بشكل عام، وجدت أنه في الإمام الحسين كثير من المميزات التي لم تكن في غيره من المعصومين. تمس النار ما فيه تراك أنت وربي. اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات الغربية لم تغب عن الموسوعة، والعمل الجاد يسير نحو الترجمة والبحث عن المصادر التي ترتبط بسيرة الإمام الحسين عليه السلام بهذه اللغات. وهناك توثيق لصحفيين فرنسيين التقطوا بعض الصور لمشاهد العزاء في العراق يرجع تاريخها لعقود من الزمن وتعتبر من النوادر. سيدي دائرة المعارف الحسينية تغني لكل باحث ومحقق عن موضوع الإمام الحسين عليه السلام، تغني عن كل كتاب آخر. ألف سماحة الشيخ بما يخص الإمام الحسين عليه السلام، سواء كان من كاتب مسلم أو باحث غير مسلم، وبلحاظ أن الإمام الحسين عليه السلام هو قائد للبشرية، فتكون هذه الموسوعة للبشرية كلها. هناك كثير من الشكوك وملابسات موجودة، فأصحاب الإمام الحسين من المعروف أنهم دفنوا في الجهة الشرقية من ضريح الإمام الحسين، من مرقد الإمام الحسين. هذا غير صحيح، لأنه عددهم كثير جدا، المكان لا يسع لهم. ليست هناك مقابر جماعية كانت أنه أحدهما يدفن فوق الآخر، وإنما دفنوا بشكل محترم، والروايات موجودة فيها وكذا التاريخ أنه دفنوا حول الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الشعر العربي في القرن الأول، والذي صدح الشعراء فيه بمدح ورثاء سيد شباب أهل الجنة، بوب هنا بشكل دقيق، حيث التفاصيل تجدها عن الشاعر كاسمه ولقبه وشهرته ومعاني الكلمات والحوادث إن كانت، والأسباب إن وجدت. وهذا الأمر قل نظيره في الكتب والموسوعات ذات الصلة. التفاصيل في الموسوعة يتعمق سماحة الشيخ ليس فقط في ذكر يزيد أو أصل يزيد أو بعد ما حصل بعد يزيد، لا بالعكس، سماحة الشيخ يتعمق في كل شيء حصل وفي كل أصحاب يزيد وأصلهم وماذا حصل بعدهم جزءا جزءا، ولماذا خرجوا عن طاعة رسول الله شخصا شخصا. يعين سماحة الشيخ يذكر شخصا شخصا كل شخص كان مع الحسين وكل شخص كان ضد الحسين، كل واقعة حصلت بالتفصيل وبالتأكيد بأقوى رواية، طبعا بأقوى، يوصلها لأقوى رواية بالتفصيل، لأنه الموسوعة الحسينية
السبب الأول هو تفصيل وتيقين ما حصل للإمام الحسين. روح الصمود شمس الخلود. الموسوعة بهذه العظمة وصلت أجزاؤها إلى 900 أو أكثر. فالشيخ بذل جهده الكبير في هذه الموسوعة ليجمع كل ما يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ومن الروايات والحقائق التاريخية والجوانب الأدبية والآثار الاجتماعية وكل ما يتعلق بقيام الإمام الحسين عليه السلام وكل ما يتعلق بحياة الإسلام. لو جرعنا الموت من شتى الصنوف حبك فينا ثابت رغم الظروف والحب لا يحتاج إيضاح الحروف. الله أدرى فينا استقر سرا وجهرا. فيبدأ ما شاء الله يتعمق منذ قبل ولادة الحسين سلام الله عليه. كيف تربى الإمام الحسين؟ كيف خلق في الحقيقة؟ وبعدها كيف ترعرع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيه وأخيه واستلام الخلافة؟ يتعمق سماحة الشيخ في أقوال الحسين التي لا تذكر، في حكمة الحسين التي لا تذكر. نحن وما نملك أكثر من 22,000 كتاب تضم مكتبة المركز الحسيني، ومنها كتب نفيسة ومخطوطات نادرة يرجع بعضها إلى مئات السنين وفي مجالات مختلفة من المعرفة والعلوم النافعة، وقد أصبحت تراثية وهي محل منهل للعلم والبحث، ليس للعاملين والمحققين العاملين فيها فقط، إنما لكثير من الأدباء والباحثين والزائرين من مختلف الأماكن والجنسيات. أنت وربي نبض بقلبي. هذه الدائرة تبقى كمصدر لكل ما حقق وفسر وكتب في مجال الإمام الحسين عليه السلام، سيرة وسنة، قولا وفعلا، خلقا وخلقا، من جميع النواحي. هذه الدائرة جامعة لمن يريد أن يطلع على مباني والمواقف القيمة للنهضة المقدسة. كثير من المفكرين وشخصيات علمية ودينية من بلاد الغرب والشرق ومن مختلف الأديان والمعتقدات تأثروا بالموسوعة الحسينية، وكانت محل إعجابهم للجهود المبذولة والإنجازات الواسعة التي تحققت. على وجه التراب هناك عندنا خطة هندسية وسيعة عن الحرمين الشريفين في كربلاء وما بين الحرمين لتشمل هذه القبور كلها، ونحيي كل ذكريات عاشوراء، معركة الطف الأليمة، يعني أين وقف الإمام، أين حارب، أين سقط، أين قابل عمر بن سعد الزهري، أين عرض عليهم الطفل الصغير، وأين الأصحاب وقفوا، وأين وقع وصرع علي الأكبر. هذه كلها نريد إن شاء الله نحيي ضمن هذا التخطيط الهندسي. عما بروح
86 جزءا تم طبعه ونشره في كل أقطار المعمورة، وأكثر من 800 جزء لا زال ينتظر الطبع والنشر، ويستلزم ذلك إمكانات مادية كبيرة لترى النور، والمسلمون ومحبو أهل البيت عليهم السلام لن يتوانوا عن دعم هذا المشروع الكبير والذي سيبقى صدقة جارية لهم ما بقي الدهر وصرحا تأوي إليه الأجيال على مدى العصور. كثير من المقامات هناك موجودة، هذا يجب إحيائها، من جملة مقام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما ذهب إلى معركة صفين ووقف هناك وذكر مصرع الإمام الحسين وحدد المكان، وهذا موجود، كان موجود قبل ما أنه المقبور صدام حسين أنه يزيل هذه الآثار، كانت موجودة ومع الأسف أزيلت والآخرون ما اهتموا في ذلك. أيها المحب لحبيب المصطفى ونجل الزهراء، إن كنت حريصا على أن تستمر دائرة المعارف الحسينية بالصدور والمركز الحسيني للدراسات على مواصلة عمله التحقيقي، فدعمكم لهذه الموسوعة التاريخية يعد ذخرا وذخيرة لكم في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله سيكون هذا الإنفاق في هذا السبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. للاستفسار والتواصل والدعم يمكنكم الاتصال عبر رقم الهاتف أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني.